أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اقرأ من قول الله تبارك وتعالى سورة البقرة. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وهم يتلون الكتاب. أعد يا أخي، أعد الآية من أولها. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، كذلك قال الذين من قولهم
تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. حسبك.